يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هو المفتي الذي تبرأ الذمة بسؤاله، وهل لا بد من أن أطلب الدليل أو أكتفي بقوله؟ السائل الذي يسأل عن الحكم لا يطلب الدليل، وليس من آداب المستفتي أنه يطلب الدليل من المفتي. الذي يطلب الدليل هو المتعلم، المتعلم. أما المستفتي هذا ما هو متعلم، هذا يسأل عن حكم فقط، وليس من الآداب أنك تقول للمفتي وش دليلك، إذن لماذا تسأله؟ وأما من هو المفتي هذا يعني يرجع إلى أمرين. أولا، من عينه ولي الأمر لهذا الشيء وأناطه به. ثانيا، من اقتنع به الناس ووثقوا به وعرفوا منه العلم والتقوى. نعم.